السلام عليكم، مرحبا بجميع متتبعي قناة كوكو ديجا. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم الخبز ديال الدار بالدقيق القمح الكامل، كذلك بالزرارة بدون دلك بدون تعب. كيجي رطب وكيجي خفيف ومهوي وكيبقى رطب لمدة طويلة. اتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه، ونخليكم ان شاء الله مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاجو الخبز ديالنا، عندي هنايا جوج زلايف ديال الدقيق ديال القمح الكامل، عندي واحد زلافة ديال الدقيق الأبيض، عندي هنا معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية ديال تخمير الخبز، هنا عندي معلقة كبيرة ديال العسل، ممكن تعوضوها بمعلقة كبيرة ديال السنيدة، وعندي معلقة صغيرة ديال الملح. وغادي نستعمل معاهم، هذا كيبقى اختياري، انا كنستعملو هكا دائما في الخبز، كتبقى واحد المعلقه ديال هاد الحبوب. هاد الحبوب مكونه من النافع، حبه حلاوه، والسانوش كندير كميه قليله، زنجلان وزريعه الكتان. عندي هنا واحد جوج معالق ديال الزيت البلديه، بالحق ما غنستعملهمش دابا، يعني تتشوفوا معايا المرحله اللي غنستعملو فيها. وعندي الماء الدافئ. بالنسبه للعجينه، الماء ما خصوش يكون سخون بزاف، الا كان الماء سخون بزاف كيخسر لنا العجينه، ما كيجيناش ديك الخبز مزيان، كيجينا مدقص. غادي ان شاء الله نبداو على بركه الله. هذا الخبز هذا راه ما كيحتاج، ما فيهش زعما العذاب بزاف ولا دغيا دغيا كيوجد. انا هنا كندير الماء الكافي، هذه المرحله انا ما كندلكش نهائيا الخبز، مجرد انني غير كنجمعو صافي هكذا بيدي، صافي غير باش تدخل ديك المواد كامله مع بعضياتها. كنخليه هكا شويه مرخوف لانه مازال غادي يشرب هذا الماء كامل ملي غادي نخليه يختمر. صافي كندير له هكا وكنجمعو، وغادي نغطيه بواحد المنديل ونخليه حتى تطلع فيه الخميره المره الاولى. صافي غندير له هكا شويه الدقيق وغنغطيه بواحد المنيدل، صافي وندفيه ونخليه حتى يخمر، ونعاود نرجع ان شاء الله معكم للمرحله الثانيه. وهنا كما كتشوفوا ملي خمر هاد العجينه خمرت وتضاعف الحجم ديالها، غادي نضيف ليها دابا، عاد غنضيف ليها هذوك جوج معالق ديال الزيت اللي خليت قبيله، كندهن هكا يديا وكنبدا نجمع العجينه. دابا عاد غادي ندلكها واحد الشويه، ها انتما كما كتشوفوا قبيله خليناها مرخوفه، دابا هي طلقات الخيط. صافي كندير هاد السويته، هاد الزيت راه كيخلي هاد الخبز يكون صحي اكثر، وفي نفس الوقت كيخليه رطب. صافي كنضيفوه غير هكا شويه، وغادي نخليه يخمر مره واحده اخرى. صافي عاد ثاني وعاد نقرصه. وهنا ملي عاود طلعت الخميره المره الثانيه،
غادي نوضع العجينه في سطح العمل، من بعد ما غادي ندردر شويه ديال الدقيق هكا الكامل، ونحاول نقسمها هكا الى قطع. كندير هكا شويه ديال الماء في يدي، وندير وكنجيب هكا نحاول نجمع هكا هنا. غادي نبقى مستمره حتى نكمل هاد الكريسات كاملين، وكنصففهم هكذا في واحد الطاوله، وكنغطيهم غير واحد شويه باش دغيا كيترخفوا ملي كتجيو تكرسوهم دغيا كيتكرسوا. هنا صافي راني كرستهم، وتنخلي السمك ديالهم يعني ما هو غليظ ما هو رقيق، هانتوما كتشوفوا على هذا الشكل، يعني من الاحسن ما ترقوهش بزاف بزاف، كيكون بينه وبين صافي. غادي نغطيه عاوتاني ونخليه يخمر، حتى ملي كتوليو تحطوا صبعكم كتطلع العجينه دغيا تتعرفوه راه خمر. صافي غادي نتقبوه هكا، ندير فيه واحد التقيبات وندخلو للفران اللي كيكون سخون مزيان، وما ديروش الخبز في الفران يعني وتنقصوا عليه النار، راه ما كي يعني كيكرم وكيتشرب. صافي ها هو يا الخبز، مني درتو كانت النار تحت منه ما كنخليهش حتى يطيب مزيان مزيان من التحت ويكرم، كنهبطو للجهة اللي تكون النار فوق منه هكذا كيتحمر. الا لقيتو هكذا شويه باقي ما طيبش كنقلبو باش كيتحمر، واللي لقيتها تحمرات كنحيدها، وكنستمر هكا حتى كنكمل الخبز ديالي كامل. هو الخبز ديالنا ملي خرجناه من الفران وبرد كيجي على هذا الشكل، صدقوني راه تيبقى رطب، يعني واخا كيبقى عندي انا الخبز كيبقى رطب وما كيبش دغيا. نتمنى ان شاء الله تجربوه بهذه الطريقه ويعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايكات والتعاليق المحفزه، والسلام عليكم.